طيب لو اتكلمنا في مسألة بقى بعينها، مسألة النظر لوجه المرأة اللي هو مسألة بشهوة أو بدون شهوة، هل في فعلا خلاف بين الأئمة الأربعة، في اتنين يقولوا بالكراهة واتنين بالحرمانية، ولا هو على سبيل التحريم الكلي؟ لا، في من يقول بجواز النظر مطلقا إلى وجه المرأة، وفي من يقول بالمنع، وفي من يفصل طيب، يعني والتفصيل. معنى كده ان انا، هل دي مسألة يعتبر مسألة من المسائل المختلف فيها اللي لا يجوز الإنكار فيها على مثلا أحد، ولا لا يجوز التجديد في الإنكار، لكن هي موجودة، الخلاف فيها قائم من زمن بعيد، زمن بعيد جدا، لا يجوز الإيه في الإنكار؟ من ابن مسعود وابن عباس، حتى من يعني أقدمها ابن عباس وابن مسعود. لكن نرجع لمسألة أخرى، في الحالة زي دي كمرجحات، لابد أن تنظر إلى المفاسد وإلى المصالح وإلى الحال على عهد الرسول. هل كان الحال على عهد الرسول عموما وكشف الوجوه أو تغطيتها؟ لأن في مرجحات بنبني عليها. طب المسألة دي بالذات ينفع الإنكار فيها ولا لأ؟ والله في بعض الأحوال ينفع الإنكار إذا كانت المرأة فتنة. طيب هسأل حضرتك، يعني الحالة بالظبط اللي ممكن ننكر فيها، في بعض المسلسلات اللي هي بتتعرض في رمضان الكلام ده، ففي بعض الإخوة يعني نحسبهم ملتزمين بينزلوا، هو مسلسل يعني مسيء للدين، فهو معروض بشكل 3 رجال وجنبهم 2 ستات، 2 ستات دول محجبات بس هما بيسيئوا للدين يعني بالحجاب اللي هما لابسينه، فالشباب بينشر الصورة ويعلق ان ده ما ينفعش، هما غرضهم طيب يعني، بس الصورة فيها يعني وجوه النساء باينة، فهل ده ممكن ان احنا ننصح الشباب نقول لهم بلاش كده؟ والله يا أخي أنا ممكن تنصحهم تقول لهم بلاش تنشروا هذا الكلام، كلامك صحيح. اصل انا كنت عملت كده وبعد كده واحد قال لي المسألة فيها خلاف يعني بين لا لا الأئمة لا، مش وكده، حكاية يجوز الخلاف، لا يعني. لا، مش منظور الخلاف في الفقه في كشف المرء الوجه من عدمه. الخلاف يكمن هنا أنك تروج لهذا الباطل من حيث لا تدري، تروج لهذا الباطل من حيث لا تدري. أخبار زي كده تميتها في المهد أفضل، الله ينتقم منهم كل من يحاربون الله ورسوله، آمين. علينا أن نقنت عليهم في الصلوات، الله لا يبارك لهم لا في صحتهم ولا في أموالهم ولا في قنواتهم ولا في مسلسلاتهم، كل من يفسد في الأرض. آمين. لكن تنشر وتتبنى، أنت تعطي لهؤلاء الكلاب، تعطي لهم ذكرا، ونحن نريد إماتة ذكرهم، لا تنشغل بهؤلاء الرعاع. الحمد لله أباد الله أمثالهم كثير، الحمد الحمد لله. لله الحمد لله. لا تنشر صورهم أبدا ولا تعيرهم أي اهتمام، والله إماء الجاهلية أحسن منهن، نعم. لا دين ولا إيمان ولا خلق ولا أدب ولا احترام، وجهل وغباء، كل المنكرات فيه. حسبنا الله ونعم وأصبح الوكيل. المنكر معروفا والمعروف منكرا، واحد يتأبطها الرجال، وفي النهاية هي تصنع نفسها شيخة وتفتي في رقاب الناس. الحمد لله، لا حول ولا مسلسلات، كل الإعلام الفاسد علينا أن يعني لا نروج له أبدا، لا نروج للإعلام الفاسد ولا ننشرهم، يعني لا تعيرهم أي اهتمام. حتى لو بالإنكار يعني. أقول يعني الإنكار، ما احنا نتكلم في ديننا، نظهر ديننا، نظهر محاسن ديننا، محاسن ديننا العفة والطهارة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. ننشر الطهر، ننشر العفاف، ونحذر تحذيرات عامة من التبرج. أما أن تأتي بوحدة باسمها، كلاب كثيرات يعني، كثيرات يعني، والحمد لله إن من الله علينا بالإيمان والعفة، نسأل الله أن يديمها علينا وعليكم. الحمد لله. لو سمحت لا تنشغل بهن شوف، أبدا، لا تنشغل بهن أبدا، جزاك يعني الله خيرا هؤلاء شوف. الله قوم إذنك. يحاربون دين الله، وجندهم إبليس لحرب الدين. إبليس له جنود الآن، جنود إنس وجنود جن، يسلطهم على الناس لإفسادهم. ولكن الحمد لله نحن مطمئنون إلى شيء عليك أن تعيه تماما، وهي أن الله قال: فإنكم ما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. لن تستطيعوا أبدا أن تفتنوا شخصا كتب الله له الهداية، تفتنوا من هو من أراد الله له الفتنة. ولا تظن أن فرعون كان يترك امرأته يعني بدون من يفتنها عن دينها، وثبتها الله سبحانه. سبحان الله. فلا لا تعيرهم أي اهتمام، الحمد لله، إن شاء الله أمرهم في قل وزوال. لكن جزاك كونك الله خيرا يا شيخ تنشر مصطفى.